حيث قدمت بريطانيا مشروعا توافقت عليه مع فرنسا والولايات المتحدة عنوانه العام تجديد مهمة لجنة التحقيق حول دور طهران في تأجيج الصراع وفي تفاصيله إدانة لعدم التزام إيران بقرار مجلس الأمن واستمرارها بدعم وتهريب السلاح والصواريخ لميليشيات الحوثي التي استخدمتها في اليمن وحاولت تهديد السعودية بها. وتزامنا مع المشروع البريطاني ظهر موقف روسيا التي اقترحت مشروعا معدلا يهدف لعرقلة أي إدانة لإيران. ومعنا من نيويورك السيد خالد اليماني المندوب اليمني في الأمم المتحدة. أهلا بك معنا سعادة السفير، وأبدأ معك بروح المشروع البريطاني الذي سيقدم لمجلس الأمن أو سيتم نقاشه في اليمن. ماذا يمكن أن نصفها وبماذا يمكن أن يستفيد منها اليمن الآن؟ شكرا جزيلا أستاذة منتهى. تعرفين اليوم هو آخر يوم في ولاية فريق الخبراء ولجنة العقوبات الخاصة في اليمن، وهذا هو آخر فرصة أمام مجلس الأمن لتجديد ولاية نظام العقوبات المتصل بمعيقية التسوية في اليمن. ووقفت روسيا خلال الأسبوع الماضي بقوة ضد أي صيغة لقرار دولي يشجب السلوك الإيراني فيما يتصل بخرق المادة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015. إيران بهذا تعتمد على أصدقائها في المجتمع الدولي وتحديدا روسيا وبعض الدول الأخرى ضد الإجماع في مجلس الأمن الذي يرى أن إيران يجب أن توقف هذا السلوك الإيراني الشاذ الخارج عن القانون الدولي الغير ملتزم بمقتضيات القانون الدولي. ينبغي أن يوقف وينبغي أن تكون هناك رسائل قوية من مجلس الأمن ومن المجتمع الدولي. القرار كما تعرفين في الوقت الذي هو قرار لتجديد نظام العقوبات، إلا أنه قرار يصدر وفقا للفصل السابع من الميثاق ويحمل الكثير من أدوات التنفيذية القوية، ومنها هذه الرسالة التي أراد المشروع البريطاني أن يقدمها، رسالة قوية من المجتمع الدولي للنظام الإيراني بأن يمتثل لمقتضيات القانون الدولي وإلا سيتم مواجهة المجتمع الدولي ككل. روسيا مجددا تقف ضد مشيئة المجتمع الدولي وتعمل على حماية هذا النظام، وهو مؤشر خطير على أننا نتوجه نحو ظهور كوريا شمالية أخرى تهدد الأمن والاستقرار الدولي أمام صمت وسكوت وتجاهل أصدقاء لنا ينبغي أن يعملوا ويبقوا على وحدة المجلس فيما يتعلق بالموضوع اليمني وشجب إيران في هذا الجانب. إيه طيب، يعني من حيث الآليات سعادة السفير، الآن بريطانيا تقدم مشروع قرار، روسيا تريد أن تقدم مشروع قرار آخر موازي له حتى تعطل أي إدانة وأي شجب لإيران، وتتحدث عن العقوبات أيضا بنفس السياق، ولكنها ترى بأن هناك أولويات في الموضوع اليمني. كيف يتم النقاش في مجلس الأمن؟ هل سيتم نقاش المشروع البريطاني أم المشروع اليمني؟ وإذا تم نقاش المشروع البريطاني، هل لروسيا أن تستخدم حق النقد الفيتو أم ماذا؟ نعم، منذ الساعة 10 صباحا أي قبل 3 ساعات من ساعتين من الآن بدأت النقاشات الحادة في مجلس الأمن لإقرار أولا المشروع القرار البريطاني. مشروع القرار البريطاني لا زال مطروح على الطاولة،
رفضت الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن تقبل بأي مسلكية من قبل روسيا لاستخدام الفيتو وتعطيل عمل المجلس في هذا الموضوع. لا زالت النقاشات مستمرة حتى الآن، من المنتظر أن تستمر هذه النقاشات بعد 3 ساعات من التوقف أو ساعتين من التوقف للاستراحة. ستعود الأعمال المجلس لمناقشة المشروع البريطاني أيضا. حينما تفشل الدول في التوصل إلى إقناع روسيا والدول التي تقف وراءها وهي تحديدا الصين وبوليفيا، حينها سيكون هناك اضطرار للذهاب إلى ما يسمى بالتجديد الفني، التحديث التقني الفني للقرار، حتى يسمح، لأنه كما قلت في البداية هو آخر يوم للتفويض الدولي لنظام العقوبات الخاص في اليمن. وبالتالي سيكون هناك اضطرار للجوء إلى التجديد الفني لصيغة القرار، بما يسمح لبقاء عمل لجنة العقوبات وفريق الخبراء لعام قادم، تنتهي أيضا في شهر فبراير من العام القادم 2019. طيب دعنا نتابع سعادة السفير وإياك موقف روسيا من اليمن منذ بداية الأزمة في اليمن حتى الآن، ثم سأعود إليك. روسيا سعادة السفير كانت امتنعت عن التصويت على قرار 2216، مما فهم حينها بأنها أعطت المجال أمام المجتمع الدولي ليرى حلا ما في اليمن، ولكنها في الفترة اللاحقة بدأت تركز على إيجاد حلول خارج نطاق 2216 بدعمها لإيران بشكل كبير. الآن فيما لو حصلنا على إدانة دولية لإيران، وحضرتك ذكرت أنه تحت الفصل السابع ما يتم نقاشه، ماذا نتوقع؟ يعني هل سيكون هناك أي تحرك من أي نوع ضد إيران؟ أن تعرفين أنه خلال الأشهر القليلة الماضية اتفق المجتمع الدولي على فضح السياسة الإيرانية التوسعية في المنطقة وتحديدا تدخلاتها في اليمن، فبدأت تنشر المعلومات الواضحة والتقارير الصريحة فيما يتصل بالأسلحة الباليستية والطائرات بدون طيار والتوربيدات السريعة وكل أنواع الأسلحة التي تقوم إيران بإيصالها للإنقلابيين الحوثيين في اليمن، في خرق للقانون الدولي وفي خرق لمواد القرار 2216 الخاص باليمن. ومن هنا فقد عملت وزارة الخارجية الأمريكية بدعوة كل أعضاء مجلس الأمن إلى معرض مفتوح في إحدى القواعد العسكرية في منطقة واشنطن العاصمة، وحيث عرضت أجزاء من صواريخ قيام الروسية وأجزاء أخرى من الطائرات بدون طيار، وعليها الأدلة القاطعة أنها من مصانع شهيد باقر في إيران، وعليها شعار المصنع وما إلى ذلك من الإثباتات الحقيقية التي لا تقبل الدحض. وإلا أننا هنا في الأمم المتحدة كنا دائما نسعى مع الأمين العام ونضغط على مجلس الأمن من أجل أن يكون أكثر فاعلية في شجب هذا السلوك الإيراني الذي يخترق القانون الدولي والذي يمارس يعني سلوك الدولة الإرهابية حقيقة. فإيران دولة يعني خارجة عن القانون الدولي ولا تحترم القانون الدولي. مع الأسف هناك الكثير من الأصدقاء يعملوا هنا وهناك في سكرتارية الأمم المتحدة ممن يزودوا إيران بالوثائق المطلوبة ويعملوا من أجل الترويج لبقاء إيران، منها كما تعرفين روسيا التي ترى بأن إيران شريك لها كما هي شريك لها في عمليات أخرى في مناطق أخرى بالعالم. نحن نقول للروس أصدقائنا ونقول للآخرين إننا لا نريد أن ينظر إلى اليمن باعتبارها حالة شبيهة بالحالة السورية. اليمن تختلف، لا إمكانية لوجود إيران ولا أذرع إيران الإرهابية، ولا يمكن للشعب اليمني ولا يمكن للإقليم أن يقبل بأن تستمر هذه الأذرع الإيرانية في تهديد الأمن اليمني وفي تهديد الأمن والاستقرار في الإقليم والعالم. يعني حضرتك ذكرت أستاذ خالد بأنه إيران، أنه روسيا تقف خلف إيران لأنها تعتبرها حليفها الأكبر في المنطقة، هل هذا هو
السبب الأبرز الذي يجعل روسيا تصطف إلى جانب إيران فيما يتعلق في الملف السوري، وتصطف إلى جانب إيران الآن فيما يتعلق بالملف اليمني، مع أنه الملفين مختلفين تماما عن بعضهما البعض؟ لا أرى سببا آخر أختي العزيزة. فإيران يعني مجرد موالاة النظام الإيراني ودعم النظام الإيراني، وهو نظام يرتكب العديد من الجرائم في القانون الدولي، مثبتة بالقانون الدولي، ليست أحاديث ولا 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 أخبار نخترقها. هناك وثائق دولية عديدة قدمت أدلة قاطعة عن أن إيران تقوم بتسليح ودفع المليارات من أموال الشعب الإيراني لمصلحة كل الميليشيات الإرهابية في العالم. إيران هناك أدلة قاطعة لأن إيران هي تقف خلف تنظيم القاعدة وتزود تنظيم القاعدة. هناك أدلة على وجود خيوط العلاقة السرية، العلاقة السرية التي تربط إيران بكل التنظيمات الإرهابية سواء السنية أو الشيعية، وهي تزود الميليشيات الشيعية المتطرفة في كل مكان وتدفع المليارات من أموال الشعب الإيراني، فيما الشعب الإيراني يعاني الأمرين ولا يحصل على قوت يومه. وكل ما نريد أن نقول للنظام الإيراني أن ينكفئ وأن ينظر إلى قضايا الداخلية وأن يتركنا لقضايانا، نحن سنقوم بحلها، ولا نريد من إيران إلا أن تكفينا شرها. فكل ما نريد أن نقول لأصدقائنا في روسيا أن الوقوف مع التوجهات التدميرية الإيرانية سيكون له ثمنا باهظا على مستقبل المنطقة وعلى مستقبل علاقاتنا الاستراتيجية معها. سعادة السفير خالد اليماني المندوب اليمني في الأمم المتحدة ضيفنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا، ألف شكر.